طبعا الموسم الحقيقة في غاية الصعوبة على كل الأندية. موسم طويل شاق، يعني احنا بنستمر تقريبا لغاية المواعيد المعلنة لغاية حتى الآن لغاية نهاية أغسطس. الأندية في كل العالم بتستعد حاليا لبداية الموسم الجديد، واحنا ما زلنا لسه ماشيين في سكة يا نكمل يا ما نكملش. الحقيقة في الأقاويل الأخيرة بين المسؤولين على الأندية نكمل الدورة أو ما نكملش. دوري من أحسن الدوريات طبعا اللي في المنطقة العربية، ومن دوري قوي. هو بس مشكلتنا الزحمة بتاعت المباريات. بداية طبعا مستوى الدوري السنة دي، يعني طبعا هو أنا من وجهة نظري إن هو أقل من المواسم اللي فاتت. ده واضح جدا طبعا التأثر على الأندية بتلاحم المواسم اللي موجود، بان في نتائج الفرق الكبيرة، وبان في نتائج فرق الوسط، وبان في نتائج الفرق اللي هي متزيلة جدول الترتيب. الدوري المصري مميز، الدوري المصري السنة دي كويس. الدوري يمكن اللعيبة بس هي مجهدة بشكل كبير جدا، ولكن لو بصينا على الأهلي، الأهلي الفترة الجاية مباراة مع مباراة بيجيب مستوى اللعيب، بعض اللاعبين كمان تغيير الجهاز الفني يمكن ما اثرش بشكل كبير جدا على المستوى او على الاداء. يمكن الاداء كمان مع كابتن سامي مصان بشكل كبير افضل من ميتس موسماني خلال الفتره اللي فاتت. الدوري بشكل عام انا شايف والحمد لله مع الحضور الجماهيري هذا الموسم، مع زياده عدد الجماهير، مع رابطه الانديه اللي بتسعى جاهدا ان تخلي شكل الدوري افضل وافضل، مع الكاميرات اللي موجوده، مع الاخراج، مع حاجات كتير، لا الدوري هذا الموسم دوري مختلف جدا. واعتقد زي ما بقول كده مش هيتم حسم الدوري او بطل الدوري الا في الاسابيع الاخيره من هذه البطوله. كان محتاجين يتطوروا جدا سواء على مستوى اللياقه البدنيه، على مستوى فهم القانون اصلا، لان احنا بنلاقي ساعات حكم بيدي قرارين مختلفين في مع ان نفس الحاله، فدي بتبقى طبعا حاجه غريبه جدا. فالكلام ده كله لازم يتصلح، وانا شايف ان اتحاد الكره واخد الاتجاه ده بدليل ان هم هيجيبوا خبير تحكيم اجنبي. هو الحكم مش ما يقصدش ان هو يغلط او يبقى ضعيف او يجامل، طبعا الحكام يعني بتبقى حاجه غصبا عنها، يعني اللي هو شايفه بيحكم اللي هو شايفه، والفار بيصلح له. فيعني احنا يعني نقف مع الحكام شويه برضو، لكن برضو على قد ما يقدر الحكام برضو تحاول ان هي يعني كل نادي عايز بس حقه. العقبه الكبيره اللي بتواجه الكره المصريه في السنوات الاخيره او بتقابل عدد كبير من الدوريات هي التحكيم. اعتقد في اخطاء كتيره جدا الفتره اللي فاتت، لابد ان اتحاد الكوره ورابطه الانديه بتسعى جاهده، حتى رابطه لجنه الحكام تتبع لمجلس اداره اتحاد الكوره، ولكن رابطه الانديه برئاسه النائب احمد دياب بيسعوا جاهدين ان هم ايجاد حل. يمكن الفتره الاخيره يمكن بعد الهجوم الحاد على مجلس اداره اتحاد الكوره ومن عدد كبير من الانديه، ولدرجه ان في عدد كبير من الانديه هددوا بالانسحاب من بطوله هذا الموسم بسبب الاخطاء التحكيميه. اكيد في اخطاء تحكيميه، ولكن اتحاد الكوره بيسعى جاهدا الفتره الاخيره، يمكن استعان او قرر او تعاقد مع خبير اجنبي لتطوير اداء التحكيم. في مشاكل كتيره جدا في التحكيم، اخطاء طبعا بالجمله في كل المباريات بلا استثناء. الأسباب طبعا معروفة، الصراعات الداخلية للحكام، تعيينات الحكام اللي بتتم فيها مجاملات كتيرة جدا. حتى لما اتحاد الكرة ابتدى يتكلم ويقول احنا هنجيب خبير أجنبي انه يطور منظومة التحكيم، الحقيقة لقينا الحكام كلهم بلا استثناء القدامى والموجودين دلوقتي بيهاجموا قرار اتحاد الكرة. بالفعل احنا محتاجين تطوير منظومة التحكيم. الحكام ما تاخدش مستحقاتها، ده لازم اتحاد الكرة انه يتدخل في الامر ده. الحكام محتاجة تطوير بدني كبير جدا، في بعض القصور اصلا في المباريات بيكون بدني بالنسبة للحكام. فاحنا اكيد منظومة التحكيم محتاجة بالفعل الفترة الجاية خطوة جديدة، مش بس الخبير الاجنبي ده خطوة، لكن هيحتاج بعض الحلول من اتحاد الكرة معاه عشان تقدر تساعد.